بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مجددا مرة أخرى في الفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي ليلة، فقرة إعلامية رياضية، لأن النقد الرياضي أو الإعلام الرياضي ليه دور مهم جدا في إلقاء الضوء على المشاكل والسلبيات، وحتى لو في إيجابيات بيتم طرحها وإعلانها للرأي العام. لكن الفترة الحالية فترة حرجة وحساسة بالنسبة للكرة المصرية، وبالتالي مهم جدا الإعلام الرياضي في هذه الفترة يكون لديه رؤية للمرحلة القادمة، وإذا كان هناك أي اتجاه في تعديل أو إجراء أي تغيير على متطلبات الكرة المصرية واستعدادات الأندية للبطولات الإفريقية وما سيطرأ على الكرة المصرية بعد رحيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، دورنا في الفترة الحالية إن احنا نساعد ويكون لنا دور إيجابي في هذه المسألة لإعادة البيت من جديد وإعادة ترتيب الأوراق من جديد بالنسبة للمرحلة القادمة، لأن إعادة ترتيب الأوراق هيساعد الأندية المصرية أيضا ومن ضمنها بالتأكيد زي ما بيهمنا النادي الأهلي في المرحلة القادمة. لذلك أنا بيشرفني في هذه الفقرة أن يكون معايا الناقد الرياضي الكبير والصحفي الأستاذ محمد صادق، الناقد الرياضي بأخبار الرياضة. أستاذ محمد منورنا وشرفنا. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. بما أنك طبعا كمدير تحرير لأخبار الرياضة لك شأن كبير في هذه المسألة ومتابع ما يحدث في الكرة المصرية، أبدأ معاك بأهم تصريح صدر منذ لحظات قليلة. هنتكلم على المنتخب وهنتكلم على ما جرى في بطولة الأمم الإفريقية، لكن أنا معايا دلوقتي تصريح مهم جدا للمهندس هاني أبو ريدة بصفته عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، نشر منذ قليل على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم. قيل فيه المهندس هاني أبو ريدة قال: الأندية المصرية الوحيدة التي تم استثنائها من القيد الإفريقي. أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثنائها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الإفريقي للموسم الجديد والمحدد ب 30 يونيو. هو قال القيد الإفريقي و 30 يونيو. وأضاف المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي أن المكتب انعقد منتصف هذا الشهر واستثنى الأندية المصرية ومنحها شهر إضافي تنتهي يوم 30/7 تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري لكرة القدم. وقال عضو المكتب التنفيذي للكاف إنه كان يأمل أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الإفريقي للأندية المصرية إلى يوم 5 أغسطس المقبل، إلا أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي رأى أن مهلة الشهر الإضافي كافية. طيب قبل ما اروح للاستاذ محمد صادق الناقد الرياضي بالاخبار ومدير تحرير اخبار الرياضه، مهم جدا وانا بحدد العناوين اللي قالها او التواريخ اللي قالها المهندس هاني ابو ريده عشان الاستاذ محمد بالتاكيد هيشرح لنا بقى التفصيله فيما يتعلق بهذا التصريح. اولا القيد الافريقي من 1/7 ل 30/7، هو مش ممتد من 30/6 ل 30/7، من 1/6 ل 30/6 ده مواعيد ارسال اسماء الانديه للاتحاد الافريقي اللي هتشارك في بطولتي دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. طيب ده مواعيد القيد وفقا لجواب الكاف، مش بقول حاجه من عندي. طيب المواعيد متقسمه على ثلاث مراحل، اول مرحله هتنتهي بكره 10/7، وده عشان تسجل فيها القائمه الاساسيه اللي على الاقل هيكون فيها 23 لاعب، ودي الناس المستمره عقودها. طيب عشان تبعت ال 23 لاعب هل ده ينفع؟ لا مش هينفع. ليه؟ لان طبعا القيد المحلي لم يفتح حتى الان. طيب الفتره الثانيه من 11/7 ل 20/7، الفترة دي هتضيف فيها وتحذف طبقا للصفقات الجديدة اللي هيتم إبرامها خلال الفترة القادمة مع دفع غرامة $250. طيب ده هيحصل؟ لا مش هيحصل. ليه؟ لأن أصلا مفيش قائمة أساسية نضيف عليها ونبعتها للاتحاد الإفريقي. طيب الفترة الثالثة من 21/7 ل 30/7، دي الصفقات الجديدة اللي هتضاف بغرامة $500 لكن هتلعب معاك من دور ال 16. طب طبعا ده برضو مش هيحصل لان مفيش اصلا قائمه اتبعتت قبل يوم 10/7. طيب اسامي الانديه المفروض كان يتم ارسالها لغايه يوم 30/6، وحسب ما اعلم ان في 58 نادي من خلال اتحادات اهليه ارسلت اسمائهم للاتحاد الافريقي ما عدا الاتحاد المصري لكره القدم. طب حتى هذه اللحظه الانديه المصريه خارج بطولتي افريقيا سواء دوري الابطال او كاس الكونفدراليه، الا وللاتحاد الكوره بعت ما يفيد رسميا بتحديد الاسماء للاتحاد الافريقي. يعني 30/6 انتهى والاتحاد المصري ما بعتش، لو الاتحاد المصري بعت قبل 30/6 يبقى الانديه هتشارك، لو ما بعتش بعد 30/6 يبقى الانديه المصريه مش هتشارك. طيب مين الانديه اللي هتشارك في بطولات افريقيا السنه الجايه؟ لغايه اللحظه دي ما حدش يعرف. يبقى مواعيد القيد ما نفهمش بالظبط ايه اللي حصل فيها، واسماء الانديه اللي هتشارك في افريقيا لغايه اللحظه دي ما نعرفش ايه اللي حصل فيها. استاذ محمد، هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، مين اللي حدد الانديه المشاركه في بطولات افريقيا ولسه الدوري مخلص؟
وبالطبع في القصة دي اتكلمنا فيها قبل كده، وقلنا ان دي كانت أزمة كبيرة جدا واتحاد الكرة مش عارف يخرج منها، وكان في توجهين. التوجه الأول ان الأندية اللي شاركت في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الموسم اللي فات هي اللي هتشارك اوتوماتيك في الموسم الجديد، كأن بطولة الدوري والكأس في مصر لم تقام، وكأن ما فيش أبطال ليهم وكلام من ده. بمعنى صح كان يبقى الاهلي والاسماعيلي في كاس في دوري ابطال افريقيا، والزمالك والمصري في كاس الكونفدراليه. ده اذا اتحاد الكوره ما ارسلش او ما حصلش على الاستثناء، الاستثناء اللي كان بيتقال عنه انه الاتحاد الافريقي وافق. هل الاتحاد الافريقي وافق فعلا في جلسه موثقه في الشهر اللي فات ولا في نص الشهر اللي فات ولا قبل انطلاق أمم أفريقيا على استثناء الأندية المصرية من القيد، أو سواء القيد، أنا بتكلم على القيد أو الأندية أو إرسال أسماء أو أسماء الأندية، هل هو وافق رسميا فعلا طبقا لتصريح كابتن هاني أبو ريدة؟ وافق. طب فين المستند الذي أرسل؟ هل أبلغت الأندية المصرية كتابة بهذا الخطاب اللي جاي؟ مفترض لما يجي لك خطاب من الاتحاد الأفريقي بيروح الاتحاد المصري، بيتحول أوتوماتيك كده عن طريق السكرتارية إلى الأندية المختصة، بأن القيد تم استثناؤه لكذا وكذا وكذا، بأن 30 يونيو دي مش آخر موعد للأندية، لا هيبقى 30/7. يبقى فيه هنا حتة إدارية موجودة. الكلام ده اللي كان موجود، هل هو كان كلام فك مجالش عشان ننهي الأزمة قبل انطلاق بطولة أفريقيا، ولا كان كلام حقيقي؟ طيب التصريح الجديد بتاع الكابتن هاني أبو ريدة، إيه المانع؟ ما المانع يرفض إن الموقع الرسمي لاتحاد الكورة ينشر صورة من القرار بتاع الكاف التنفيذي ويشرح لنا القصة اللي حضرتك تفضلت وقلتها، ويبقى في جواب من الكاف ينشر على الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، والجواب يكتب حاجتين بالظبط، ان في استثناء للانديه المصريه اللي هتتباعد اسمائها بعد 30/6، تمام، ان دول هيلعبوا في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. وهنا في سؤال، والاستثناء الثاني اللي هيتكتب في الجواب يتقال القيد في استثناء في اللعيبه اللي هتتايد من 20/7 ل 30/7 يلعب مع الانديه المصريه في الفتره بتاعه الدور التمهيدي ودور ال 32. مظبوط، تمام. يعني الجواب اللي ينشر يبقى نازل بهذه الصيغه دي، بالصيغه دي. طيب اي حاجه غير كده يبقى كله كان كلام فك مجالس، معناها ان في كارثه جايه. طيب السؤال بقى الاول، نفترض ان الاتحاد المصري خد لغايه 30/6 وبعت اسماء الانديه هتلعب في دوري الابطال والكونفدراليه السنه الجايه، وقال اهلي وزمالك دوري ابطال وبيراميدز والمصري كونفدراليه، على اي اساس غير قانون بعت الاسامي دي والمسابقه لم تنتهي؟ طيب هيبقى اشتراكهم هيكون باطل، هيبقى على طول بيراميدز اول فريق يقدر يطعن في الكلام ده، لانه المباراه ما خلصتش، لان المباريات ما خلصتش فعلا، وان ما يدريك ان الزمالك يخسر الثلاث مباريات اللي متبقيه ليه، هيطلع الثالث، هيفضل الثالث الدوري، كل حاجه وارده في الكوره. اذا بيراميدز من حقه يشارك في دوري الابطال. ما يدريك ان ممكن نفس القصه دي، انه ما فيش مسابقه كاس مصر عشان تقدر تقول الاول والثاني، اول الكاس وثالث الكونفدراليه وثالث الدوري، واخد بال حضرتك؟ يبقى المصري ممكن جدا ما يشاركش. بالظبط، ما يشاركش لان ما فيش مسابقه كاس، وانت يبقى خدت ثالث الدوري ورابع الدوري وما خدتش الكاس. طب وليه ما ياخدش اول الكاس بتاع السنه اللي فاتت او ثاني كاس السنه اللي فاتت وهو فريق سموحه، وما عندكش ترتيب نهائي للدوري لغايه دلوقتي؟ ما هو طبعا، ما احنا خلاص، احنا الدوري مشكلته ان هو يحدد لك اثنين فقط لا غير لدوري الابطال، اهلي وزمالك. طب هو الاهلي دلوقتي ضمن ان هو يشارك باعتباره جدلا ثاني الدوري، لان هو الاول النادي الوحيد اللي ضمن يلعب دوري ابطال، لانه على الاقل الثاني، على الاقل مثلا الثاني. طب مين اللي هيشارك الفريق مع الاهلي الثاني؟ هل يشارك الزمالك اللي هو ممكن يبقى لو فاز بمبارياته الثلاثه يبقى الاول، ولا بيراميدز لو الزمالك اتغلب بمبارياته الثلاثه يبقى الثالث، ولا بيراميدز هيشارك؟ هو مين اللي هيشارك المقعد ده بين الزمالك وبين بيراميدز؟ وعشان كده القصة مش محسومة لغاية دلوقتي، وعشان كده قلنا لازم الدوري كان يخلص قبل كأس الأمم، وعشان كده النادي الأهلي كان قضيته مشروعة. لا، كان بيبقى فيه نوع من أنواع الترتيب الصح المنطقي عشان خاطر من نتجنب كل هذه المشاكل بما فيها القيد الأفريقي اللي احنا مش عارفين لغاية دلوقتي رأسنا من رجلنا فيه. طيب هو قال كمان إن في استثناء في القيد الأفريقي،
هو قال اولا كمان بس في موضوع الاستثناء هنا في جزئيتين لان الناس بتنسى وبطوله افريقيا دخلت وانشغلنا بالمنتخب والناس نسيت. اتحاد كره القدم في بيان اللي صدر يوم 10/6 قال ان في استثناء للقيد الافريقي يمتد ليوم 5 اغسطس. تمام. حصل. وفي تطمينات قالها المهندس هنا بريده للكابتن محمود الخطيب في الاجتماع ان الاتحاد الافريقي هيأجل القيد ل5/8. طيب قال النهارده المهندس هاني ابو ريده كنا نتمنى في نفس الصفحه الرسميه للاتحاد. ايوه اتفضل يا استاذ محمد قول. كان بيقول كنا نتمنى القيد ل5 اغسطس، معناها ان انت بتلغي كلامك الاديب اللي انت قلته ان في قيد ممتد لغايه 5 اغسطس. قال النهارده انه كان يامل ان تمتد المهله الاضافيه ليوم 5/8. طب ما المهله الاضافيه ما امتدتش ل5/8، الوضع ايه؟ بيتقال في الكواليس ان من 20/7 ل30/7 لا تأيد لعبتك، عشان كده النهارده مباراه الاهلي والزمالك بعد ما كانت 30/7 رجعوا بالتاريخ 3 ايام عشان تلحق الانديه تسجل في اخر 3 ايام. طيب انا هسجل لعبتي من 20 ل 30، اللعيبه دي ليها الحق انها تلعب دور التمهيدي ودور ال 32 ولا لا؟ طب الاتحاد الافريقي هيديك استثناء، ممكن يا اتحاد يا مصري او كان مدير تنفيذي العميد ثروت سويلم يطلع ورقه رسميه جات له من الاتحاد الافريقي ان النادي الاهلي لو سجل لعبته بعد يوم 28/7 هيلعبوا معاه دور ال 32، لان لو حصل غير كده والاهلي اعتمد على كلام الاتحاد المصري ولعب النادي اللي انا هواجهه في دور ال 32 يعترض ويطعن على النتيجه لو انا كسبت ويستبعدني من البطوله، لان هنا ما فيش استثناء في القيد، ما هو كده في اخلال بمبدا تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص والعداله. بالظبط. هو القصه كلها دلوقتي بتتوقف على الاتحاد الافريقي، اذا كان يقدم طوق النجاه لاحد اعضائه اللي هو الكابتن هاني ابو ريده يقدمه في صوره قرار رسمي عشان حتى لو حد اعترض بعد كده من الانديه الاخرى او من الانديه المتنافسه اللي هتقابل الاهلي او الزمالك او بيراميدز او المصري ايا كان، يبقى في مبرر. احنا لا، بالعكس احنا عندنا قرار من الاتحاد الافريقي بكده واحنا ماشيين بقرارات الاتحاد الافريقي. بالظبط. يبقى حتى النادي اللي هيلعب قصاده لما يطعن على حاجه اذا حصلت مشكله قرار بتاعي يطعن على قرار الكاف، ما يطعنش على مشاركته، الكاف ما يطعنش على مشاركه الاهلي في البطوله. بالظبط. طب الادهى من ده، هو مش كان يجب على الاتحاد الافريقي او قصدي الاتحاد المصري ما تبعت اخر اسماء انديه لعبت في بطوله افريقيه عشان لو الدوري خلص وحصل تعديل انت مأمن نفسك؟ يبقى انت مأمن نفسك. بالظبط. دلوقتي انت حطيت الاربع انديه اللي هيلعبوا دوري ابطال الكونفدراليه على المحك. بالظبط. وهو طبعا هو بيعمل اعمال المنطق وليس الواقع، يعني بيقول لك منطقيا الاهلي الاول والزمالك الثاني او الزمالك الاول والاهلي الثاني، خلاص ما بيراميدز بره القصه خلاص، والقصه ما بيحطش يعني نظر اخرى. النهارده لما يجي يقدم مباريات الدوري 48 ساعة، دي بقى اللي كشفت كل حاجه. طبعا دي بقى لو ان الاداره سليمه والاداره كويسه وحساسه وعندنا ناس بتقيسها بالمازوره يعني كده، كان يقول لك ايه؟ ان الجدول المباريات المتبقيه هي كذا وكذا وكذا في حاله وصول مصر للمباراه النهائيه. في حالة لا قدر الله خروج منتخب مصر من دور الـ16 يبقى تقدم 48 ساعة، في حالة خروج مصر من دور الـ8 تقدم لمدة 24 ساعة، ويقعد يحط كل السطور ويحط كل الاحتمالات، بما انه ما حطش كل الاحتمالات دي وراح حط جدول من عنده وجاي النهارده نقدر نقول بيتراجع عن الجدول ده وبيقدم طب نفترض ان الاهلي والزمالك كانوا مرتبطين بمعسكرات في الخارج لغاية يوم 24/7 25/7 بالظبط، تذاكر طيران وتأشيرات. كنت هتجيبوا ايه؟ هتجيبهم ازاي عشان خاطر يلعبوا؟ يعني ما تقدم لهم 48 ساعه، كنت هتجيبهم ازاي؟ بالظبط. نفترض ان في برامج محطوطه اعداد اللاعبين على مراحل والكلام من ده، او اللاعبين الدوليين هتجهزهم على مراحل، انت بتقدم 48 ساعه، طب والفرق مش مستعده، هيبقى مين اللي يتحمل هذا يعني التخبط موجود من الاول، وهو ده بيت القصيد اللي خرجنا من بطوله افريقيا. طيب هزيدك من الشعر بيت. اتفضل. كان في جلسة في مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة قضية الأهلي اللي رفعها بخصوص هذا الموضوع ضد اتحاد الكورة. واتحاد الكورة في بيانه الرسمي اللي صدر يوم 10/6 وقال فيه 5/8 مد القيد الإفريقي، مركز التسوية والتحكيم طلب من اتحاد الكورة في الجلسة دي أنا فاكرها. أيوه. إن اتحاد الكورة يقدم ما يفيد رسميا. أيوه. يوم 2/7 في الجلسة اللي كانت يوم 2/7 في مركز التسوية والتحكيم بيقول فيها صحة المعلومات اللي ذكرها اتحاد الكورة في بيانه بمد القيد الإفريقي ل5/8. جه يوم 2/7 والناس مشغوله ببطوله الامم الافريقيه واللجنه الاولمبيه او مركز التسويه كان عنده اجتماع وكان عنده جلسه في هذا الشان والنادي الاهلي حضر، واتحاد الكره ما ارسلش اي حاجه وما بعتش ما يفيد ان في تاجيل للقيد يوم 5/8، وما بعتش ما يفيد من الاتحاد الافريقي ان في استثناء الانديه المصريه.
ممكن مركز التسويه رفض هنا الشق المستعجل وقال لك احلها للموضوع ولسه هتحدد لها جلسه ثانيه، ودي للاسف برضو مشكله كبيره طبعا. لكن الاتحاد المصري ما قدمش في حيثياته ما يفيد بصحه ما كتبه في بيانه الرسمي. اذا النادي الاهلي كان موقفه القانوني سليم 100%. شوف احنا 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 دلوقتي مش في مجال تاكيد ان الاهلي في موقفه سليم فيها، كل الناس عارفه والايام بتثبت، كل الناس عارفه ان الاهلي كان على حق في كل الخطوات اللي اتخذها، وكل الناس عارفه ان البيان الذي صدر عشان خاطر الاهلي يتراجع عن موقفه كان من اجل مصر او من اجل تنظيم مصر بطوله افريقيا، وكل الناس عارفه ان الاهلي التزم الصمت طبقا للاتفاقيات اللي قالوها اللي قالها هاني ابو ريده و و و وكلام من ده عشان خاطر المركب تعدي عشان ما نبوظ ما نضربش كرسي في الكلوب في البطوله الافريقيه اللي كل الناس كانت مرتقبها، كل الناس عارفه هذا الكلام، لكن قول لنا احنا دلوقتي احنا في المأزق ده، مين اللي هيحله وقد رحل اتحاد الكره بذنوبه بعيدا عن الجبليه؟ مين اللي هيحل الموقف ده؟ كل الازمه دي كلها مين اللي هيحلها؟ بالظبط مين اللي هيحلها؟ هل مدير الاتحاد اللي هو العميد ثروت السيوي هو اللي هيحل كل القصه دي كلها؟ ولا هنستعين بصديق اللي هو الصديق الكابتن هاني ابو ريده اللي احنا قلنا له استقيل واستقال وكذا وكذا وكذا، كنا بنقول له تعالى والنبي الحقنا ده احنا في ازمه، تعالى هات لنا جواب من الكاف، لو النبي كلم لنا الفيفا عشان يعتمد لنا القيد الافريقي، لو مش عارف ايه وكلام من ده، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ المفترض ان يكون فيه مجموعه عمل دلوقتي فورا تروح الجبليه عشان تدير الازمه اللي موجوده اللي هي خلال الساعات اللي جايه ممكن تبقى ازمه كبيره جدا وتهدد الانديه المصريه. انا شايف ان الموضوع خلاص خرج من ايديهم. كان عندهم وقت مناسب لحل الموضوع ده، وطلعنا في شهر 4 قبل بطوله افريقيا بشهرين وما كانش لسه المنتخب استعد ولا كان في اي حاجه، قلنا يا جماعه في جواب اتبعت لكم في شهر 4. طب والله العظيم يا استاذ محمد انا مكلم مجدي عبد الغني في القصه دي وسالته على الموضوع ده في شهر 5، قال لي انا ما اعرفش الجواب ده معناه ايه، والجواب ده انا ما شفتوش. قلت له يا كابتن مجدي مش حضرتك عضو مجلس اداره؟ مش المفروض لما بيجي لك جوابات من الاتحاد الافريقي اللجان بتعرضها على المجلس في اجتماعه؟ قال لي ما جاتلناش حاجه بالشكل ده. قلت له يا كابتن في مواعيد اتحددت عشان البطوله الافريقيه مواعيدها اتغيرت؟ قال ما نعرفش عنه حاجه. طلعنا اتكلمنا وقلنا في الاعلام يا جماعه في مشكله في 1 2 3. لما المشكله كبرت والنادي الاهلي قال لهم يا جماعه احنا داخلين في ازمه كبيره، اجتمعوا وطلعوا بيان، وسط البيان اتقالت معلومات النهارده بينفوها بنفسهم. طب حلها ازاي؟ يعني ايه هتتحل ازاي؟ هيرجع للاتحاد الافريقي. طب الاتحاد الافريقي عنده جمعيه عموميه 18/7 ومش فضيلك. الاتحاد الافريقي اصلا من اول 8 من تحت اشراف من الاتحاد الدولي، بعد ما تحت اشراف الاتحاد الدولي فاطمه سموره، فما فيش اجتماعات مكتب تنفيذ هيناقش فيها الامور الفنيه، لان خلاص عندهم حظر مالي واداري. لا عندهم لجان تفتيش، يعني لجان تفتيش معنى الكلمه بالظبط. لا 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 لجان غربله مش فاضيه عشان خاطر تشوف القيد الاستثنائي بتاع الفرق المصريه، مش فاضيين هم الكلام خلاص ده، خلاص دخلوا في مرحله مش فاضي، جاي لمهمه ثانيه خالص بالظبط. وبعدين هتيجي تقول له لك لا 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 انا قدامي ملف اخطر من كل الكلام ده، قدامي ملف اخطر اللي هو الاتهامات الموجهه للاتحاد الافريقي، فانا ماليش علاقه بقصه القيد وكذا وكذا، اللجان دي عاملاها ما اعرفش في استثناء ولا فيش. احنا دلوقتي على المحك مش عارفين راسنا من رجلينا. المفترض النهارده، وده مش عيب ابدا انه يبقى في حد كبير يتدخل ويقول الاتحاد الافريقي قول لنا القصه دي موقفها ايه، عشان خاطر ما نقعدش نسرح بالتصريحات ونقعد ناخد كلام، والاعلام سهل جدا ان هو يتكلم وسهل جدا ان هو ينتقد المواقف مفيش مشكله، لكن انت عايز قدام ازمه كبيره جدا عايز تتحل، عايز تعرف راسك من رجليك، عايز تعرف انت هتقيد الناس دي بغرامه ولا من غير غرامه، هتقيد صفقات جديده ولا لا، طب لو لعبت موقفك قانوني ولا مش قانوني، كل الحاجات دي لازم يجاوب عليها صراحه من الاتحاد الافريقي لكره القدم، والاتحاد الافريقي يعلم تماما ان مفيش مجلس اداره للاتحاد المصري، يعني مهم، يعني اصبح هو دلوقتي المباشر احنا وجها لوجه مع الاتحاد الافريقي. لو الاتحاد الافريقي فتح الاستثناء اي لعيب هيتقيد من 20 ل 30/7 عشان يلعب معاك التمهيدي والدور ال 32، ده لازم يسر على كل الانديه مش الانديه المصريه فقط، لان هنا قرار الاتحاد الافريقي هيخل مبدا تكافؤ الفرص. انا كنادي اثيوبي او نادي جزائري او نادي موريتاني العب مع الاهلي او الزمالك في البطوله الافريقيه، انا التزمت بالمواعيد وبعد 20/7 لو ايدت حد هلعب من دور ال 16، واللي قدامي ايد بعد 20 وهيلعب قدامي،
فين تكافؤ الفرص؟ ما فيش تكافؤ، ما هو طبعا احنا اتفقنا، بس هو نفترض ان الاتحاد الافريقي عملها وهو اللي يتحمل المسؤوليه، يبقى يطلع بقى ورقه رسميه اهو كده. لو هو بعت لك ورقه رسميه يبقى هو اللي هيتحمل المسؤوليه، مش انت كاهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري او بيراميدز هيشارك في بطولات يتحمل المسؤوليه، يبقى يتحمل المسؤوليه الكاف بس، يبقى انت مش هتصاحب عليك حاجه. يبقى البيان او التصريح المهندس هاني ابو ريده اللي طلع من ساعه على موقع الاتحاد كان لازم يرفق معاه ما يفيد خطاب من الاتحاد الافريقي انه وافق قبل كده مسبقا على كذا وكذا، ولكن النقطه الصغيره اللي هي دي ماشي هنتنازل عنها، اللي القيد لغايه 5 اغسطس لا ما قدرناش نعملها خلاص ماشي. خليها لغايه 31/7 ماشي اوكي، بس يطلع جواب رسمي او قرار رسمي من الكاف يوجه الى الاتحاد المصري، والاتحاد المصري يتفضل زي ما هو بينشر بيانات على الموقع بتاعه ينشر لنا صوره الجواب، ويبعت صوره الجواب ده للانديه المصريه المختصه اللي هي بتنافس بطولات افريقيا او اللي هي منتظر ان هي تشارك في بطولات افريقيا عشان تبقى عندها علم بيه وتبدا تشتغل على اساسه. طيب انا هكمل الموضوع دوت، بس الاول مهم جدا اروح اسبانيا بسرعه عشان برضو نطمن على استعدادات فريق النادي الاهلي، ومعايا طبعا بالتاكيد في بث مباشر من مدينه اليكانتي في اسبانيا عبر التي في لايف زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا محمد، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وبرحب بناقدنا الكبير الاستاذ محمد صادق. وزي ما انت قلت من اليكانتي في اسبانيا مقر او معسكر اقامه النادي الاهلي، يعني اكيد بنكون معاكم في الرسائل المستمره، بنقول لكم كل اللي بيحصل وكل اللي بيكون موجود هنا في معسكر النادي الاهلي في مقر بعثه الاقامه. من مباراه امس احنا عارفين ان الفريق النهارده ادى تدريبات صباحيه، بعديها كان يوم فري لعيبة من حقها يعني تخرج أو تمارس يومها بشكل عادي جدا، علشان يعني الحمل اللي موجود في التدريبات والمشقة اللي موجودة في التدريبات الأخيرة تبدأ أنها تخف من عليهم. اللعيبة تجولوا في أماكن مختلفة، عملوا بعض الشوبينج، كل اللعيبة كانوا حريصين ان هم يغيروا جو، كل اللعيبة كانوا حريصين ان هم يخرجوا يعني لعدة ساعات بسيطة جدا بره جو التدريبات والمباريات. النادي الاهلي بيستعد ايضا للقاء هيكون يوم الخميس، تاني اللقاءات الوديه في معسكر وبرنامج الفريق في اسبانيا امام فريق نيوبورت الانجليزي، احدى فرق الليج 2 او الدرجه الرابعه الانجليزيه، علشان يكملوا في نفس البرنامج اللي طلبه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني، وبنفس الحمل التدريبي. ودي نقطه مهمه جدا يا محمد، واكيد طبعا كل اللي بيتفرجوا علينا عارفين ان فتره الاعداد بتكون ليها معدلات حمل تدريبي معين علشان خاطر اللعيبه تقدر توصل لقمه اللياقه البدنيه، واحنا كمان عندنا موسم صعب، موسم لسه ما انتهاش وموسم لسه بيبدا، وبالتالي كل التدريبات اللي موجوده وكل الاحمال اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني تحت قياده مستر مارتن لاسارتي، ان شاء الله بكره هنكمل تدريباتنا عادي جدا بفترتين، فتره في الصباح وفتره في المساء. كل الامور ماشيه على ما يرام، كل الامور ماشيه بشكل اكثر من ممتاز، كل الاجواء زي ما انا قلت وزي ما زميلي العزيز اللي هيكون معاك او هيكون على قناه الاهلي بعد شويه مع كابتن اسلام شاطر في لقاءات حصريه ومهمه، ودايما بنقول لمشاهدي قناه النادي الاهلي طيب عمر هتكون عايش معانا في المعسكر، هتعرف كل الاخبار، هتعرف كل الاحداث، هتشوف. اتفضل يا محمد معاك. طيب عمر، النهارده اتحاد كره القدم بما انك بتتكلم على نهايه الموسم الماضي وبدايه الموسم القادم والنادي بيستعد بالتاكيد للمرحلتين، النهارده اتحاد كره القدم عدل في مواعيد مباريات الدوري القادمه، مباراه المقاولين ومباراه الزمالك، وتم تبكير المواعيد تقديمها لمده 72 ساعه تمام، بحيث ان مباراه القمه بدل ما كانت تتلعب يوم 30 هتتلعب 28 تمام، وهيبدا مباراه المقاولين يوم 24 بعد ما كان هيلعبها يوم 26 مظبوط. مارتن لاسارتي الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ يعني تعليقاتهم على مزبوط. هذا الموضوع في ظل كمان ان النهارده او من شويه كان في تصريحات في الاتحاد المصري لكره القدم المهندس هاني ابو ريده بيتكلم على ان القيد الافريقي والاستثناء، والكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات اللي احنا عدلنا المواعيد بسبب مواعيد القيد الافريقي. ردود الفعل داخل الجهاز الفني على الموضوع دوت، وبالتاكيد ده متعلق بالقائمه والموسم الجديد اللي موجودين مع البعثه دلوقتي في اسبانيا. طبعا انت عارف يا محمد ان النادي الاهلي يعني الامور يعني عندنا بتتاخد بشكل مختلف، دايما التعليقات او دايما الامور بتكون الاول بيكون في اجتماعات، بيكون في مشاوره، بيكون في اخذ للاراء، وبعد كده بيتم الابلاغ بيها سواء
الصحفيين الزملاء او سواء للبعثة الإعلامية بشكل عام او لقناة الأهلي بشكل خاص، لكن لسه لحد دلوقتي انا كنت بسأل الكابتن سيد على بعض التعديلات اللي هتكون موجودة بالظبط بسبب المباريات اللي تم تقديمها. قال لي بكرة ان شاء الله هتعرف كل الامور وكل الاخبار وكل البرنامج اللي هيكون طبعا بالشكل الجديد بتاعه. بتكلم من ناحية الاحمال، بتكلم من ناحية الايام اللي ممكن يكون فيها فري داي للعيبة كلها، وبالتالي بكرة إن شاء الله هنعرف كل ردود الأفعال وهنعرف إيه اللي هيحصل، سواء القائمة سواء الاستعداد للقاءات بشكل مختلف. أنت عارف محمد أن دايما لاعب كرة القدم أو المدير الفني بيحط خطة تدريبية بناء على أيام المباريات وفترات الراحة اللي موجودة ما بين التدريبات المسائية والصباحية وأيضا المباريات الودية. وكمان زي ما أنت عارف أن مستر مارتن لاساتي والجهاز الفني كانوا حريصين أو بيكونوا حريصين دايما أن هم يعملوا تدريب صباحي وبعد كده بيلعبوا مباراة في المساء، وبالتالي الأمور بتكون مختلفة في النادي الأهلي زي ما أنا قلت لك. لكن لسه ما عندناش ردود أفعال صريحة، ما عندناش ردود أفعال واضحة للجهاز الفني أو لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، لكن أعتقد أن بكرة بالكتير جدا زي ما احنا متعودين دايما أن كل حاجة عندنا هنا بنظام، كل حاجة بنعرفها في الوقت المناسب. علشان كده بقول لك دايما أن احنا على قناة الأهلي يا محمد سواء أنت موجود أو أي زميل عزيز هيكون موجود، دايما هيكون عندنا كل الجديد، كل الحصريات حتى في الحوارات والسهرات. أكون إن شاء الله حاجة يعني طريق بقناة النادي الأهلي وحاجة طريق للمشاهد الأهلاوي، وإن شاء الله أيا كان محمد بقى المباراة قدمت المباراة أخرت، هنا عندنا شعار واحد في المعسكر: بطولة الدوري العام المصري الحالية، بطولة أهلوية إن شاء الله. كل اللعيبة متعهدة على الكلام ده، كل اللعيبة متعاونة، اللعيبة في روح تعاون كبير جدا وروح تنافسية علشان كله يكون جاهز 100% في أولى لقاءات الأهلي في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب. مش طول عليك ولا طول على الاستاذ محمد أخير. صادق سؤال أخير لكن يا عمر. عايز اقول لكل مشاهدي قناه الاهلي انتظرونا ان شاء الله في برنامج. اتفضل يا محمد معاك. اتفضل. اللاعبين الدوليين متى سيلتحقوا بالمعسكر؟ هل في امكانيه ان هم يكونوا موجودين ان شاء الله على المباراه الثالثه الوديه، ولا هيكونوا مع الفريق ان شاء الله لما يرجع القاهره؟ طيب بالنسبه للعيبه الدوليه، هو اللاعب الوحيد اللي هيكون موجود بكره 100% هو جيرالدو ان شاء الله، اللاعب الانجولي اللي ما توفقش مع منتخب بلاده وبالتالي بكره ان شاء الله هيكون موجود في المعسكر. نقطه مهمه اتكلمت فيها وعايز اتكلم فيها: علي معلول ومنتخب تونس. بصراحه علي معلول يعني امبارح هو بيشاهد مباراه منتخب تونس كان متحمس جدا، كان مبسوط جدا، كان فرحان بتاهل المنتخب التونسي، مش هو بس، ده كل بعثه النادي الاهلي المسانده للمنتخب التونسي اللي شاركت معاه وشاركت فرحه علي معلول بفوزهم او الفوز الغالي على منتخب غانا في دور 16 في بطوله الامم الافريقيه. اما اللعيبه الدوليه محمد انت عارف ان في شويه اجراءات خاصه بالتاشيرات ولسه مستنيين الاجراءات، هنشوف هتخلص على ايه. هل الاجراءات الخاصه بالتاشيره بدوله اسبانيا ممكن تخلص قبل المباراه الثالثه زي ما انت قلت، ولا مش هيلحقوا وبالتالي مش هيكونوا موجودين في المعسكر؟ كل الامور بتدار بشكل جيد جدا ما بين الجهاز الفني والاداري. انت عارف ان الاداري والفني جزء مهم جدا في التنسيق ما بين اللاعبين وايضا في التنسيق ما بين السفاره او القنصليه الاسبانيه. القنصل طبعا متعاون مع بعثه النادي الاهلي وبيحاول جاهدا ان هو يحاول على قد ما يقدر انه يطلع التاشيرات للاربع لعيبه اللي هيكونوا موجودين ان شاء الله في المعسكر اذا يعني نجحوا في اجراءات الخاصه بالتاشيره علشان يكونوا موجودين. ما حصلش يبقى ماشيين زي ما احنا، وان شاء الله لما يرجعوا مصر هيلتحقوا بالبعثه، لكن اكيد في امور تنسيقيه تدريبيه ما بين اللعيبه الدوليين وما بين الجهاز الفني للنادي الاهلي. طولت عليك يا محمد معلش، طولت على الاستاذ محمد. بشكرك يا عمر. عايز بس اقول لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يا محمد ان شاء الله هيكون مع الكابتن اسلام الشاطر في برنامج الكان الزميل العزيز كريم احمد، وهيكون معاه ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي او بعض اللاعبين من النادي الاهلي، وزي ما احنا متعودين مستمرين في رسائلنا اليوميه. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وكل التوفيق ليك يا رب انت طبعا وزميلنا كريم احمد، وانتظروا ان شاء الله زميلنا العزيز كريم احمد في كان 2019 مع الكابتن اسلام الشاطر ولقاءات حصريه مع لاعبي النادي الاهلي في معسكر اسبانيا بمدينه اليكانتي استعدادا للموسم الجديد. لايف مهم جدا من زماننا عمر، حطنا في الاجواء واطمنا على اللعيبه. وكمان نقطه مهمه، علي معلول اتفرج على ماتش تونس بالامس امام غانا وحاله فنيه جميله. علي معلول ده شخصيه جميله طبعا. مبسوط ان حتى المنتخب التونسي بيكمل
مهما كانت الخلافات بينه وبين المدرب برضه هو ده اسم بلده بالتأكيد. ده اسم بلده واسم منتخب بلده وهو نجم ما زال في الملعب ودوره جاي وتصفيات افريقيا 2021 جايه وتصفيات كاس العالم وهيرجع بالتاكيد وياخد مكانته في منتخب تونس. التفاصيل الصغيره والكواليس اللي بتبقى جوه المعسكر دي مهمه جدا الناس مش شايفاها فبتبقى حلوه الناس تعرف في كل لاعب بيفكر ازاي وقاعد بيعمل ايه الشيء جميل ان انت تقول للجمهور نفس يعني الاحساس ده يعني صح. احنا ممكن جدا نروح نعمل معسكر ومحدش يسمع حاجه عن المنتخب الجمهور بيبقى قلقان مين كويس مين وحش مين مصاب مين مجهد مين مش عارف ايه يا اما انت النهارده امبارح تشوف مباراه للاهلي بيلعب فيها كل اللعيبه وبيجرب فيها كل الاوراق الموجوده بخلاف الدوليين طبعا وبيجيب 9 اجوان وبتلعب وحاله فنيه وفي نوع من انواع الانسجام الجمهور بتبقى رساله جميله جدا للجمهور بيوصل بيبقى في نوع من انواع الاطمئنان ان انت ماشي على الطريق الصحيح. طيب هنقف عند هذه الجزئيه ومساله الدوري والموسم الجاي والقيد والتصريح اللي خرج من المهندس هاني ابو ريده ونروح لجزئيه ثانيه متعلقة بالمرحلة القادمة مع المدرب الوطني ولا المدرب الأجنبي. قبل ما تجاوب نروح نشوف في التقرير الجمهور رأيه إيه في مسألة المدرب الوطني ولا الأجنبي وكمان الرؤية العامة في هذه الجزئية بالنسبة للمنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الأستاذ محمد صادق الناقد الرياضي بعد هذا التقرير. مدرب اجنبي بس ان شاء الله يكون ليه سي في قوي زي المنتخبات الكبيره عشان يحقق معانا حاجات كويسه يعني عشان على الساحه دلوقتي ما فيش مدرب محلي قوي يعني دلوقتي خالص يعني مثلا لازم يكون مدرب اجنبي كويس جدا عشان مش اي اسم خلاص اجيري كوبر ناس ما حققتش اي بطولات ولا اي تاريخ عايزين مدرب قوي حقق بطولات ويكون عارف افريقيا مدرب وطني مصري وده التجربتين 98 كابتن الجواري رحمة الله عليه قدر ان هو ياخد بطولة 98 في بوركينا فاسو مدرب وطني وصلنا لكاس العالم كابتن حسن شحاتة كسب 3 بطولات 2006 2008 2010 وكنا على اعتاب كاس العالم لولا ظروف معينة هو ماتش بس اللي فرق مع المنتخب ماتش الجزائر المدرب الوطني بيحس باللعيبة بيبقى قريب جدا منهم يعني كابتن حسن شحاته كان بيعمل حاجه جميله جدا كان بيسمع اللعيبه قبل ما تنزل الملعب اغاني وطنيه اللعيب بينزل عايز ياكل النجيله يعني انا شايف مدرب مصري هيكون عنده حماس اكتر يعني هيكون على الاقل اللعيبه في بينهم تعامل احسن معروف بالنسبه للعيبه الاختيار بتاع اللعيبه هيكون افضل لانه مدرب مصري فعارف اللعيبه كويس جدا تمام هيكون في حتى المساعدين بتوعه اكيد هو هيختار مصريين مش هيجيب اجانب فبالتالي هيكون في يعني حتى الاختيار بتاع اللعيبه هيكون ادق هيكون احسن هيكون عارف حافظ اللعيبه كلهم عارف ده مكانه فين ده بيلعب ازاي الاصح مين للمكان نفسه خط وسط دفاع هجوم هيبقى عارف مين بالظبط الباكات بتاعتنا كويسه فانا شايف مدرب مصري الفتره الجايه احسن بكتير يعني مدرب مصري طبعا اكيد لان المدرب المصري عارف نوعيه اللعيبه والمدرب المصري عنده يعني داتا كده عن كل اللعيبه من طبعا من زمان فهو يقدر يعني اكتر واحد خبير بانه يعني يختار اللاعب يعني اختار امثل وده طبعا اللي خلى منتخب الجزائر يوصل بعيد زي ما احنا شايفين باعتمادهم على مدرب وطني اللي هو جمال بالماضي فاحنا لما كنا معتمدين على مدرب مصري كان منتخب ماشي وكان نتائجه جميله جدا وكان اداؤه عالي في كل البطولات لكن طبعا لما الجيل انتهى احنا فكرنا بقى ان احنا نعتمد على مدرب اجنبي ولحد دلوقتي مش شايفين طبعا المنتخب المصري لسه مش هو ده اداء منتخب مصر اللي احنا نتمنى يعني ان المنتخب يكون عليه مدرب فني اجنبي اكيد لان مدرب فني اجنبي ما عندوش اي جميل على الدوله ده يعني بيكون لي وجهه نظر معينه لكن المهم يعني مش وجهه نظره بس وجهه نظره يكون مستقل لنفسه ما يكونش اي حد يعني اجبر على شيء معين زي الاتحاد اللي استقال او الوقيل ده اجبر على ناس معينه مدرب مصري افضل لانه حافظ اللعيبه المصريين وعارفهم يعني عندنا حسن شحاته مش محتاجه العمليه كلام خالص كابتن حسن شحاته خد كذا مره مع المنتخب بطوله الامم الافريقيه والحمد لله فضل ربنا كسبها وازاي عرف في وقت معين بالتيم بتاع حازم امام وهاني رمزي انه يعني كان مستوانا فعلا كان وحش جدا وقلنا احنا رايحين وراجعين انجولا بدون البطوله الحمد لله فضل ربنا وفقنا وخدنا البطوله وقدمنا عروض كويسه جدا مش عارف يعني المدرب اللي جه ده او مشي
ما فيش ولا فتره اعداد ولا في اي حاجه ولا في انسجام في الفرقه، وبعدين الاختيارات مش مظبوطه خالص. لو اجنبي عنده الشخصيه اللي هو يقدر يدي الروح تاني للعيبه والجمهور والثقه للجمهور في اللعيبه وقدراتها، يبقى ده يبقى افضل يعني من المصري. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، وسمعنا فيه راي الناس في الشارع في مساله المدرب المصري ولا المدرب الاجنبي، المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي لقياده المنتخب خلال الفتره القادمه. لكن اسالي للاستاذ محمد صادق اعمق من كده، هل المشكله في فكره مين يتولى المنتخب، مدرب وطني ولا اجنبي، ولا الفكره في حد ذاتها المعايير اللي ممكن او المشروع اللي ممكن نعتمد عليه في اختيار مدير فني المنتخب مصر؟ كويس قوي، انت وصلت اللوب الموضوع اصلا. يعني الحاجه اللي احنا ما عملناهاش من 20 سنه وكنا هنعملها وبعدين تراجعنا عنها عشان خاطر يبقى في ناس في الاضواء وناس لا، ان انت لازم يكون عندك يعني عقل مفكر لاتحاد الكره، مدير فني على مستوى عالي جدا من النضج الفني، ومعه لجنه فنيه بتدير القصه بتاعت المنتخبات وكذا وكذا. الكلام ده كان طرح وكان مفترض ان الكابتن الجوهري يعمله، والكلام بتاع 2001 و2002 و2003 والقصه طفشوه ازاي والحاجات دي كلها، دي القصه الاساسيه هي اللي تقدر تقول يعني يكون عندك مدير فني كويس جدا وله صلاحيات، مش مجرد مدير فني بياخد مرتب وبيروح يمضي زي الموظفين، له لجنه فنيه بيرجع ليها بيتناقش معاها، لجنه من ناس كبيره قوي، ناس ما لهاش مصالح، ما لهاش في الميديا وما لهاش عايزه تطلع في برامج رياضيه وتلفزيونيه وفضائيه، ناس يعني عندها الخبرات متراكمه، عندها خبرات رياضيه والكلام من ده كله، في اسماء كتيره موجوده. هذا الموضوع ده هو ده بقى يجي يحدد لك، يقول لك لا احنا بقى هنتجه للمدرسة الأجنبية، يبقى نشوف السير الذاتية نختار نعمل كلام من ده، ما يبقاش فيه عضو اتحاد كرة قدم كان رئيس نادي أو مركز شباب في القسم الثالث ويجي ربط 20 نادي وعطوله أصوات وخد 20 من الناحية التانية وبقى عضو اتحاد كرة القدم، هو بقى اللي يقول لك لا احنا نجيب الراجل المكسيكي ده كويس قوي، ده عمل شو مع المكسيك في كأس العالم وخلاص، ده كل علاقته بالفنيات، واخد بال حضرتك؟ لا ده يبقى في لجنه فنيه، في مدير فني لاتحاد كره القدم. يعني احنا النهارده عايزين نبدا من الصفر، نبدا انت بتقولت في اول حلقه ترتيب البيت، ترتيب لازم تبدا من الصفر، لازم يبقى في لجنه فنيه، لازم يكون في مدير فني لاتحاد كره القدم، ياخد زي ما ياخد مرتب زي ما هو عايز، معاه لجنه فنيه تاخد مش متطوعه، لا تاخد مرتب وكل حاجه تمام محترفه عشان تدير الامر، هي اللي تقول بقى نجيب مدير فني المرحله دي ولا نجيب مدير مصري ولا اجنبي، والمصري يبقى ليه عيوب والاجنبي ليه عيوب، والاجنبي على فكره مش هو الرسول اللي انزل اللي بيجي ينقذ الكره المصريه، الاجنبي بيجي النهارده بيجي نص مرتبه وروح عمولات الحته الثانيه، دي نمره واحد عشان نبقى واضحين كده، عشان محدش يرجع يقول ايه اجيري كان بياخد 108 و110 والكلام من ده كله، لا في نص مرتب يروح في حته ثانيه. بس عشان نتكلم في الحاجات دي محتاجه اوراق رسميه، ما هتلقى في اوراق رسميه كتير جدا في الايام اللي جايه، ما فيش مشكله فنيه، انا خليها فنيا. ثانيا فنيا بيجي يقولوا له انت عندك 20 واحد محترف هاتهم بقى وشغل عليهم وخلصت القصه، ولما بيجي نجيب ال 20 واحد اللي محترفين بنروح نجيبهم بتذاكر طيران رايح جاي رايح جاي، وكل تذاكر طيران لها تذكره مقابل كل يقول لك انا عايز فيرست كلاس مش وبالظبط، وبعدين مش يبقى في هدايا جنب الموضوع ده، وشركات السياحه تشتغل والبتاع والبيزنس يشتغل والمصالح تشتغل، وتجيب احمد حسن كوكا تجيب غيره تجيب مش مشكله خالص، هيجي يقعد له اسبوع وياخد تذكره الطيران رايح جاي وبتاع وكلام من ده، وما نستفدش منه ويحط في تجربه واثنين وثلاثه ويفشل مفيش اي مشكله خالص، ويصاب ويعالج ويرجع تاني مفيش اي مشكله، لان انت عندك 20 واحد محترف فقط لا غير، بتاخد منهم 12 تحطهم في المنتخب، والمدير الفني انا شايفهم بره وكويسين وبيلعبوا زي الفل، ما عملش انسجام محلي لا بين العناصر دي ولا دي وكده، الراجل المحلي بقى بيبقى قاعد. قبل ما تخش في المحلي انا عندي بس وجهه نظر في موضوع الاجنبي. اتفضل. ما هو مثلا ما انت ممكن تجيب مدرب اجنبي لمشروع في تطوير اداء المنتخب في المرحله القادمه، وممكن يكون مدرب مش معروف بس انت من خلال تعاملك النفسي معاه وتعامله الفني والتجارب اللي اشتغل فيها يجي ينجح، وعندنا ادله كتير. أيوة وامثله طبعا. كتير ماشي. منتخب مدغشقر بيدربه مدرب فرنسي اسمه نيكولاس، راتبه $7,000 بالظبط،
ما اشتغلش في الليجا الفرنسيه دوري الممتاز، اشتغل تمام. درجه ثانيه وثالثه لما اعتمد على محترفين درجه ثانيه وثالثه، بس كان عنده مشروع انه ازاي يقدر يطور الكوره في مدغشقر ويعمل منتخب قوي ينافس بيه، وبقاله 3 سنين ماسك المنتخب. اه بس احنا عندنا هنا في مصر احنا عايزين نجيب واحد جاهز مستورد جاهز اسم كبير عشان ياخد مرتب كبير، وبعدين يبقى ايه، وبعدين مش هيشتغل وبتاع، عايزين نكبر فورا، عايزين نروح افريقيا في الكاميرون وناخد البطوله ونرجع. ده كده مش هنبني، مش عايزين نبني، احنا ما بنحبش نبني، بنحب انه يجيب حاجه جاهزه دريفري كده، حد يجي كده جاهز. ما عندناش فكره المشروع ده، بس انت عايز تعمل مشروع، انا ما عنديش مانع ما تجيب مدير فني اجنبي محترم كده يعمل لك القاعده من تحت، منتخب الناشئين اللي هو تحت 16 سنه، منتخب الشباب لغايه المنتخب الاولمبي، يعمل لك قاعده كويس جدا. مين اللي عمل كده السنه دي؟ منتخب كوت ديفوار. الله، كوت ديفوار كانت بتجيب اسامي مدربين كبار بالزبط. في فرنسا وفي اسبانيا وفي هولندا، وحتى الاكاديميات في كوت ديفوار اسك ميموزا كلها بيبقوا من خلال خبراء اجانب فرنساويين. منتخب كوت ديفوار بيدربه مدرب وطني لاول مره من فتره طويله اسمه ابراهيم قماره، مسك منتخب الناشئين ومسك منتخب الشباب وطلع تولى مسؤوليه المنتخب المحلي في بطوله الامم الافريقيه للمحليين طبعا. وحاليا بيقود كوت ديفوار في بطوله الامم. وصل دور الثمانيه، هيلاعب الجزائر. بمشروع الاتحاد الايفواري اشتغل عليه. ايوه، يبقى انت جبت خبرات من بره واشتغلت عليه، يعني انت يبقى انت كاتحاد كره القدم عملت قاعده، بتدور على القاعده اصلا، مش بتدور على انك منتخبك يوصل كاس عالم او منتخبك ياخد يوصل نهائيات امم افريقيا. لا، هيوصل بعد انت كده بتدور. هيوصل، ما هو بالتاكيد لو في تخطيط صح، بس هو ما بيخططش. انت اخر مره منتخب، انت عندنا في بطوله اسمها بطوله افريقيا للناشئين تحت 16 سنه، اخر مره مصر احنا اخر مره رحنا امتى؟ مفيش اخر بطوله كان الكابتن رمي ياسين في 2013 اخر ده منتخب الشباب. ده منتخب الشباب، انا بتكلم عن ناشئين 16 سنه. لا، ما فيش ده من اكتر من 25 سنه زمان. ليه؟ لان احنا مش مهتمين بالقصه دي، وحتى لما بنخش التصفيات بتاعتها بنطلع قدام فرق مغموره، بنطلع بره بسرعه كده. والحجه عشان تزوير الاعمار دلوقتي بقت في كشف طبي، خلاص مش تزوير اعضاء واعمار والكلام من ده. لا 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 لا، احنا بس عندنا 3 4 مدربين لا مسكوا منتخب الناشئين ده تبعنا، هم بيلفوا نفس الدايره، هم نفس المجموعه، وبعدين نطلعه شويه، لا خليه يروح مساعد في الشباب، لا خليه مساعد في الاولمبي، لا مش عارف ايه، لان هي مقصوره. انت ما تقدرش تجيب مدرب النهارده مدرب وطني، لان اصلا الدايره مقفوله على 5 6، هتروح تجيب من بره هيقول لك لا انت بتغامر. هتروح تجيب مدرب، هتجيب مثلا سي اي مدرب، مش عايز اذكر اسماء عشان ما اقولش ان احنا بنوجه الدفه لاي اسم من اسماء المدربين الموجودين، رغم ان في ناس كتيره كويسه لو خدت الفرصه ومعاها لجان فنيه بتشتغل ومعاها منظومه كامله هيقدر يعمل نتيجه كويسه. في مدربين عندنا كويسين، في مدربين بدون ذكر اسماء كويسين جدا ممكن يعملوا الكلام ده، بس انت برضو بتبص لاسم مصر، عايز يوصل كاس عالم، عايز يوصل نهائيات افريقيا، مش عايز، عنده امكانيات ماليه ضخمه ممكن يعمل بيها الكلام ده، بس للاسف ما بتستغلش كويس وما بتعملش حاجه كويسه، واختياراتك كلها اختيارات خاطئه، وما تبصش لتجربه كوبر. تجربه كوبر ده سبحان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مشاها معانا كده ووصلنا كده، وكان عندك عناصر كويسه وقدر، كان في نوع من انواع الفكر الفني الراجل ومصر عليه لغايه النهايه، بعكس اجيري اللي كان عنده فكر قايل له لا انت تنزل تهاجم وتعمل عشان الناس تبقى مبسوطه وبتاع وكلام من ده، يهاجم على حساب الدنيا خربانه ورا، مش مشكله عنده، المهم ان هو فيجي في الاخر يمشي وياخد اللي هو عايزه، واحنا نقعد نبكي مع بعضينا. اذا الفكره لا وطني ولا اجنبي، هو مشروع الله ينور لاختيار مدير فني كف يقود المنتخب بالزبط. والفكره بلاش الاسامي القديمه او الاسامي اللي بتتقال مع كل اخفاق للمنتخب، يطلع نفس الاسم 2 3 هم اللي بيترددوا، وهو اول واحد كمدرب بيطلع يتكلم يقول لك انا ما عنديش مشكله وبرحب بالمنتخب. انت كاسم ممكن تنجح مع انديه، ممكن تفشل مع منتخب، وانت فشلت بكده مع منتخبات، وفي انا بتكلم بشكل عام مش بحدد اسم معين طبعاً. بس المسؤول اللي هيختار يسيبه من الاسماء ويسيبه من الاعلام بيقول مين وبيردد مين، لان كل صحفي او كل مسؤول ممكن بيكون شايف ان ده كفء لتولي المنتخب. لا، انت كاتحاد، وانا مش عارف بوجه مين برضه في الاتحاد، انا عايز اوجه كلام للاتحاد، بس دي مش مسؤوليه المدير التنفيذي، لا المدير التنفيذي ده مش بتاعته، مش شغلته. ما هو انا بقول لحضرتك انت عايز تبدا من الصفر، يعني نمره واحد عشان خاطر بقى ايه، انت بتتكلم عن المرحله اللي جايه. نمره واحد، اولا الذي قال الناس دي كلها كل واحد يلزم مكانه ويقعد في بيته، هو اللي يقدر برضه يمد ايده يعون لاتحاد كره القدم، بمعنى صح تشكيل لجنه
سيبك من القصه بتاعت ان اللوائح وتقول لك المدير التنفيذي هو اللي يدير والكلام من ده، هو موجود ويدير عشان شكلا عشان الاتحاد الدولي ما يقولكش تدخل حكومي، بس لازم يكون في لجنه محترمه جدا من مجموعه من الناس المحترمين. شوف بقى المشاكل تخش تقعد دلوقتي من النهارده مش بكره ولا بعده، ما فيهاش شويه موظفين في اتحاد الكوره، انت هتقعد 3 شهور في ظل الكلام ده كله لغايه ما تنتخب جمعيه عموميه تجتمع تاني وتجيب نفس الاشخاص تاني؟ لا، انت عايز لجنه النهارده تخش تعمل معايير وتعمل كذا وتعمل قواعد جديده وتحاول تعدل في اللوائح اللي موجوده عشان خاطر المرحله اللي جايه. من ضمن القصص اللجنه دي تعملها انها تجيب ناس لجنه فنيه محترمه جنبها غير اللجنه اللي بتدير الاتحاد. اللجنه اللي بتدير الاتحاد دي لجنه اداريه. دي لجنه اداريه لها كلمه نبذه زي السيف دي نمره واحد عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع التلاعب المادي ولا الاداري والكلام من ده، وعشان ما حدش يتسلل تاني من الناس اللي هي افسدت الاجواء في الجبلايه، وبعدين تجيب لجنه فنيه تبدا تقول له انت اشتغل بقى على القصه دي، اشتغل على مدير فني، اشتغل على منتخب جديد، اشتغل على هيكل اساسي للناحيه الفنيه، انت عندك حاجه مهمه جدا، عندك بطوله افريقيا تحت 23 سنه. ده قريب من 8 ل 23 نوفمبر. نوفمبر يعني بعد يعني خلاص بعد 4 شهور هتلقى نفسك حاجه من اتنين، لا اما تروح اولمبياد طوكيو لا اما ما تروحش، ويبقى في الحاله دي قفلت بالضبط ومفتاح كل الكره المصريه على المستوى الافريقي قدامك. انت بتنظم البطوله ولازم تبقى واحد من 3، مش هقول لك تفوز بالبطوله، انت لازم تفوز بالبطوله بس على الاقل واحد من 3 تروح تتاهل الاولمبياد عشان تبقى انت حطيت رجلك على الطريق السليم. لو انت قعدت معتمد على ان المدير التنفيذي السيد المحترم العميد ثروت سويلم، اللهم ان الدنيا هتخرب اكتر ما هي خربانه. لازم لجنه محترمه تفرد من اولي الامر ان هم يخشوا اتحاد كره القدم، لا يتشغلوا بقى في قصه المخالفات على جنب ما لناش دعوه بيها، يشغل كذا ليبدا يرتب البيت من اول وجديد، يختار يعمل لجنه شؤون لاعبين محترفه، يعمل لجنه مسابقات محترفه، لا يفعل اللوائح اللي بتقول لازم يكون في رابطه انديه محترفه للدوري الممتاز، ويدور يعمل لجنه اخرى مماثله للدوري الدرجه الثانيه او القسم الثاني، عشان وتيجي ناس محترفه تاخد فلوس. يعني يجي مثلا الحاج عامر حسين وهو رئيس لجنه مسابقات كامل الاحترام والتقدير ليه، يقول لك لا انا متطوع، لا انا مش عايزك متطوع والله، انا عايزك راجل محترف تعمل لي جدول محترم عشان يفيد الانديه. صح كده كله، وما المانع انه ياخد اجره؟ ايه المشكله؟ ما انت بتصرف اصلا كتير جدا، ما انت اصلا بيجيلك ملايين من الرعايه، بيجيلك 450 مليون جنيه على 3 سنين من شركات الرعايه لو موجودة. في حاجه ناسينها كمان ولجنه الحكام لازم تكون لجنه محترفه تدير. لا ده اللي بيدير دلوقتي الكابتن عصام فتاح. لا اللي بيدير دلوقتي الكابتن عصام فتاح، هو مش قدم استقاله عضو مجلس اداره؟ ما خلاص مفترض انتهى. هو دلوقتي حاليا رئيس لجنه حكام. لا ما ينفعش اصلا. هو مين اللي عينه رئيس لجنه الحكام؟ هو كان مشرفا بصفته عضوا في اتحاد في مجلس اداره اتحاد الكره، كان مشرفا على لجنه الحكام. هل معنى ذلك ان مجدي عبد الغني يجي يشرف على لجنه شؤون اللاعبين تاني؟ طب مين هيدير ملف التحكيم الفتره الجايه؟ ما هو ده القصه اللي بيقول لحضرتك. لا ما فيش حاجه اسمها مصر تنضب، اللجنه اللي هتيجي دي توضب كل الكلام ده ولن تحتاج اكتر من 15 20 يوم بالكتير خالص. عمال ما ينتهي الدوري اللي هو مش عايز ينتهي ده خالص، عمال ما ينتهي تكون اللجنه دي حطت ايديها، بس لا نترك الامور لموظف في اتحاد كره القدم. تمام، بس الوقت للاسف خلص، وانا بشكرك جدا يا استاذ محمد، يعني قدر الامكان حاولنا بس نوصل للمشاهد المشاكل فين وتتحل ازاي. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله، ونوثق اللي قلناه النهارده هنقوله كمان شهرين ومفيش جديد للاسف، واللي قلناه من شهرين هو اللي قلناه النهارده وبيحصل دلوقتي وبيحصل تاني. استاذ محمد بشكرك وكل التوفيق ليك يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه بتتكلم عن دور الاعلام الرياضي في المرحله القادمه، ودور الاعلام بيتكلم ازاي السلبيات او ازاي المشاكل نحلها، وازاي الايجابيات نلقي الضوء عليها عشان نكمل عليها. اتكلمنا في مساله القيد الافريقي من شهر 4، وكل ما بنطلع بنتكلم في نفس المساله، وبنتكلم يا جماعه لو في استثناءات طلعوا لنا ما يفيد، ولغايه دلوقتي مفيش استثناءات، وبكره اخر ميعاد لارسال القائمه الاوليه من الانديه المصريه اللي هتشارك في البطوله الافريقيه. النهارده الدوري تم تعديل موعده بسبب القيد الافريقي، الاستثناءات اتقالت ومفيش حاجه رسميه طلعت من خلال موقع الاتحاد الافريقي او من خلال موقع الاتحاد المصري. اذا ما هو القادم؟ حتى هذه اللحظه الامور ضبابيه سواء في الشان الافريقي او حتى في الشان المحلي.
مين المدير الفني؟ محدش يعرف. مين اللي هياخد القرار؟ محدش يعرف. دور المدير التنفيذي ايه؟ محدش يعرف. دوره اداري؟ طب مين هيقوم بالدور الفني؟ مشاكل كبيره وعايزه تدخل سريع جدا، مش مساله ان احنا نستنى النهارده او بكره او بعد، عايزه قرارات خلال الساعات القادمه. اتمنى يكون فيها حل خلال الفتره القادمه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.